الانتفاضة تشرين احنا صح كنا نطلع في مظاهرات كنخب سياسية، 2011 كنا طالبنا بإصلاح النظام، ولم نطالب أبدا بإسقاط النظام لأنه نظام ديمقراطي حسب الدستور، فإحنا نريد إصلاح النظام. أستاذ مثنى يقول لك ماكو ديمقراطية، نحن بلا ديمقراطية. يعني حسب الدستور، أنا ظاهر ديمقراطية قلت حسب الدستور. ديمقراطية بالمعنى الحقيقي. ديمقراطية مشوهة. هي أيضا تقول نفس الكلام. مو شكلا لا بالعكس، إحنا عندنا قمع للحريات. هذه قضية الشاب حيدر الزيدي، يعني شاب على تغريدات واعتذره وأمه يعني تتوسل إنه هذا ما مسؤول عنها، يحكم بهذه الطريقة. يعني لمن يريدون يرعبون في رسائل، يعني تعتبرين هذا السيد النائب بزورتنا السيد مثال الآلوسي يحكم بالسجن سبع سنين على تغريدة أيضا فقط لمقولة أبدى رأي فيها في المحكمة الاتحادية. هذا قمع، وهذا القمع يؤسس لشيء، يؤسس طبعا لانتقال لديكتاتورية بشعة جدا. ولكن حتى نرجع لنفس الموضوع، أنه ما البديل؟ البديل هو ليس عند الشعب، الشعب هو رد فعل. ترى 80% من الناس الشعوب شعوب حية، يعني لا يمكن أن تسكت على الظلم، ولما تنفجر ما حد يحركها. انتفاضة تشرين مو احنا، يعني بالاول اسبوع كانوا يصورون احنا المدنيين، لان كنا نقول راح الناس راح تثور. يمكن انا قبل اسبوعين من تشرين قلت الناس راح تنفجر من هذه الاوضاع. تصوروا انه احنا كنا نقود هذه او احنا نحركها. هناك فرصه لحركه احتجاجيه بالفتره اللي جايه سيده شروق. لا، الشباب هم من قبل، احنا وصلنا الذيقار وكل المحافظات وخلينا الشباب هي بهالطريقه تتواجه ويا الموت وبهالقمع هذا الشديد.